الجالية اليمنية كلها تبحث عن المنتجات اليمنية، وبالذات في مقابل الشهر رمضان الكريم، إنه دور النكهة اليمنية إن ما كانت بيروح يبحث عنها. قبال اليمني المنتجات اليمنية بشكل كبير، بالذات قبل رمضان موسم والناس يتقضوا لرمضان بشكل كبير جدا، لحاجات كثيرة جدا من أغلبها المنتجات اليمنية أو ما يبتاع باليمن بشكل عام. الآن نسأل كإطارات يمنية في فيصل أو في جمهورية مصر العربية أو في جيزة أو في القاهرة أو في أي مكان، إن احنا نوفر المنتج اليمني بأي طريقة كانت. ارتفاع الأسعار عامة هو بسبب الدولار، ارتفاع وهبوطه والسعر المتنقل بهذا الشيء، فهذا الشكوى الأكثر من ارتفاع، وأغلبه بمصر خاصة لأن كل يعتبر مستورد من اليمن المنتجات، وبهذا ترتفع الأسعار على حسب الدولار. والله هذه مشكلة بنعاني منها، الدولار ينزل والأسعار بترتفع، وهذه بيعانوا منها اليمنيين كثير. والله مشكلة الأسعار يعني كل أسبوع جديد ترتفع السعر بمصر، الأسعار قوية في مصر. متعودين إنه أسعارنا حاجة بسيطة، هنا أسعارها كبيرة. لما تجي تحسب الجنيه المصري بالريال اليمني مبلغ خيالي، يعني تضحين تشل قطمة رز 500-700 جنيه تطلع أزيد من اليمن، أزيد من 10,000، أزيد من 15,000 اليمن تطلع أزيد، برغم عندنا والله العظيم الحالة ضيقة ولا، بس المنتجات والله حلوة. لأن الأسعار يعني ارتفعت في السماء، غالي كل حاجة غالي. صراحة الأسعار مرتفعة، ولكن نضطر لأخذ الأشياء الضرورية. غلاء أسعار يعني جدا مرتفع مقارنة بالمرتبات اللي موجودة، فتلاحظ أن الحياة هنا مع المواطن المصري اللي يستلم مرتب بالجنيه المصري، بينما الشخص اللي يعيش في السعودية ولا اليمن كذلك مرتبه صار أصبح لا يكفي. شوف قبل ما تقول بالنسبة للأسعار، المنتجات اليمنية تستحق سعرها، المنتجات اليمنية مطلوبة من جميع البلدان. السبب الاقتصادي إنه الأسعار اللي ارتفعت هذه هو بسبب ارتفاع ليش؟ التضخم العالمي اللي حصل في أسعار العملة. فمقارنة للمنتجي الناس اللي دخلت في اليمن، دخلت اليمنيين اللي دخلوا مصر من قبل 5 أو 6 سنوات كان يأخذ الدولار ب15 والآن يأخذه بكم؟ ب30 أو ب40. فالتضخم هنا اللي حصل هو تضخم عالمي وليس تضخم على مستوى السلعة فقط. وبالنسبة للغلاء على الأسعار هو شح، طريقة الشح الحين بالنسبة لمصر يشتوا يكتفوا بخير بلادهم، ما يشتوا أي منتج يدخل مش غير اليمني، بس بنوفر اليمني لأن اليمني للطلب من المصريين من جميع البلدان الخليج، هذا كلهم يشتوا المنتج اليمني لأن المنتج اليمني غير المنتجات منتجات الدول كامل.